طرابلس تاني أكبر مدينة بلبنان. طرابلس عروسة الثورة، طرابلس الإرهاب، طرابلس الفقر. طرابلس ارتبط اسمها بالبؤس، بالفقر، بالثورة، ولكن طرابلس هي مدينة أثرية تاريخية عريقة تزدهر فيها الحرف المهنية. نحن جلنا فيها ورح نعرفكن على أبرزها. هلال، قبة مساجد، صواني الكنافة والقشطة التقليدية، أواني مطبخية، رجيل والعديد من المنحوتات النحاسية. $50 من البوسنة وتشيكوسلوفاكيا بيستوردوا النحاس وبيصنعوه بهالمحل القديم التراثي. هذا الجد جدنا المؤسس المحل، يعني توفى عمره شي 95 سنة، توفى بهالمحل، وهلا له شي 80 سنة ميت. رجع أبي استلم من بعده، وأنا هلا استلمت من بعد أبي، وهلا أبي نازل معي على المحل. عبد المجيد طرطوسي بيعيد إحياء هالحرفة. هيدا للكنيفة، بيعملوا الكنيفة فيه للقلب هيك. ليه بنحاس؟ ما بيشتغل إلا بنحاس، ما بتحمر الكنيفة لونها إلا بنحاس. وبقلب هالمحل ذكريات بتعود لأكثر من 100 سنة، كان يعيش بالحركة، واليوم عم يلفظ أنفاسه الأخيرة بغياب أي خطط بتدعم هالمصالح. وما في شغل، أنا ماني عم أشتغل لك إيدي، أنا تبقى ما فيك تحط إيدك على إيدي مثل المبرد. يعني من الشغل كل النهار شويكيش بايدنا والعده والدنيا، هلا ما في شيء. يعني هلا انتوا فتوا، هلا مدور مال، انا كنت مطفر. تبع الاشتراك صار بده 10 ملايين، ما فيني عم طلعهم. والخردقه بجمعوها وبيبيعوها بالفريش دولارز. من واحد لواحد لواحد دغري بيجيب لك دولارات بسلمك، لك ما بتاخذ لبناني كله دولار بعطيك. ما في سعر، لما بتجي البواخر بيصير في سعر، بيطلع السعر. لما بتروح البواخر بيجمعوا. ست اشهر تقريبا، يعني هلا بحدود $5. هلا عم بحضر لطبخه، هلا عم احط الزيت بقلب الحله، محضر بالبرميل هون المي، ومادة اساسا ملح البحر بسموه كوستيك. محمود شركس استلم صناعه الصابون من والده سنه 1967، بعد ما الاخير ورثها عن جدوده السبعة من سنة 1803. صدق بالعمل بيعطي الاستمرارية. هالمحل بعقد القديم بيشتهر ليوصل للعالمية، وكتب عنه بكتب التاريخ. معمل صابون شركس هو تراث. هذا فخر لإلي، هذا صف قديم مش 20-25 سنة، بس هلا في كتاب تاني بياخدوا درس عن الطلاب البريفيه. هلا برجيك اياها. هلا لما بيحطوني بالكتب ما عم يحطوني على سواد عيوني، عم يحطوني على صناعتي، لانه انا صناعتي مميزه عالميا. في زمن الدولره وصعوبه العيش يمكن حان الوقت للجيل الجديد انه يعود الى المهن التقليديه لانعاش الاقتصاد ولتخليد هالمهن لتبقى تراث نفتخر فيه.